هم ها؟ اماراتي صرت خلاص. صرت اماراتي. لا لا شكرا الله. ايش عندكم الليله يا ابو دينا؟ لحم دجاج. مصراوي لا تكلمني. انا تفضل بدر 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 يبونك. شوف ترى رجعت الحين ما شاء الله. شوف 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 ابو راجح. لا لا ماشي. انا ابو كاتم راح اكتمكم. انا اشم ريحه ابو كاتم اليوم. اتوقع راح يجي. تستاهل والله يا ابو تستاهل. هذه برنامج على طول. فين بقيت؟ الا وين؟ هنا ولا هناك؟ لا بيت الحكمه احسن جو الان. ولكن تدخل بيت الحكمه بجاكيت ما بتطلع برد. انا بروح مشوار واجي. أبروح لي مشوار. فين هناك منه؟ وين تروح؟ انه الان شباب يصفوا. وشي يقولون بتروح؟ لا بجيكم بجيكم. سلام على ها محمد كلمتين بس. متى؟ مشهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شباب في اثنين ملثمين هجموا على ركن القصيم وسرقوا حاجات من هناك. يا ترى هم مين؟ اثنين ملثمين. اثنين ملثمين هجموا قبل العشاء عليه وسرقوا من المحل هناك حاجات، لابسين فار ونظارات. بعد العشاء ولا في قبل العصر؟ قبل العشاء. قبل العديد. قبل العصر انا شفتهم. قبل لا المغرب. قبل العصر لا. ها؟ قبل المغرب اتوقع. قبل المغرب. يا ترى حد يعرفهم كده؟ عشان اللي هيبقى متستر عليهم هي واحنا عرفناهم هيبقى نفس الجزاء لي يعني. ما نعرفش والله. انا ما اعرفش. تعرفوش؟ نتمنى تساعدونا في الموضوع. ما بعرفش يعني. بديش اعرف. انا شفتهم مره بس ما عرفت منهم اصلا مره. وانا ما اعرف صراحه. وهيب طيب يمكن من العاملين شرط ما متسابقين. ايه منين احنا؟ وانت شيخ فارس اوعى تكون انت لابس فروه. شيخ انا معروف. انا شك في واحد بس ما ودي اتهمه والله. انا شاكك في بدر. لا انا غير بدر. مين تاني؟ ما ودي والله اتهمه بهتانا. تريند ولا يا فين بيت الشباب يا شيخ فارس؟ هون. عبد الله الجبيري ما اتوقع انه هو. يقولون انك سرقت من ركن القصيم. ما سرقت يعني اخذت شوي. تركي والجبيري. الجبيري كان هنا انا شفته. في اثنين ملثمين هجموا على حلويات ركن القصيم وسرقوا من هناك حاجات قبل العشاء. صدق هو ما قدرش يتوصل لهم وما عرفهمش. صدق والله صح. هل في حد منكم؟ صدق والله سمزه. والله تجي والله يعني تجيني تقول لي انت حرامي واقول لك ايوه انا حرامي. قبل العشاء قبل العشاء ولا لكش انت حرامي من برا رئيس البلديه. وش اللي حافظ على حافظ على هيبه شكله؟ كيف تجيني تقول لي بالله انت سرقت؟ اقول لك اي والله سرقتك في اخر مره سامحني. شغل مخك. شغل شفتهم ابو حمد يخصم عليك. لا طقطقهم. لا ما طقطق. انا نفسي اعتربك. يمكن شفتهم يمكن لاحظتهم هم خارجين داخلين. كنت وانت رايح تصلي العشاء بنتكلم. يا اخي تو قبل شيء يكلم عن الله من اسمائه الستير. الستير يا اخي من ستر المسلم ستر الله يوم القيامه. الله يصلحك يا حمدي. ستر على سرك. ما ادري يمكن يبغى يرجعها بعدين. يمكن والله يهبك. يمكن يدفع بعد ابراهيم. في اثنين ملثمين هجموا على ركن القصيم قبل صلاه العشاء وسرقوا من هناك حاجات وهو ما يعرفهمش. انا اعرفهم. شمالي. هم مين؟ ايه؟ هم مين؟ والله تعرفهم؟ ليك جايزه لو قلت. لا تب. ليك جايزة لو شمري ما كنت جايزة ما عليك. لا لا دقيقة شمري كان كنت هناك. لا تتسطر عليهم يا فارس. خلي الرجل يقول اللي عنده. شم الجايزة شم الجايزة. لا لا جايزة قيمة إن شاء الله. شنو الجايزة؟ لا جايزة قيمة. ما يصير جايزة قيمة. جايزة قيمة إن شاء الله بس يلا. هم مين يا؟ لا لا ما يعرفهم. لا لا محمد لا فارس. المجموعة اللي معي. لحظة معاذ عشان معاذ بنحقق في موضوع مهم جدا. اتفضل. اثنين ملثمين هجموا على ركن القصيم آه. وسرقوا الحيوانات. يا زهادي تعال اتفضل لو سمحت. تعال قبل صلاه العشاء؟ ايه لا قبل صلاه العشاء. لا انا حسب تقول ايوه ايوه قبل العشاء. انا متاكد من الوقت. الوقت بالضبط قبل صلاه العشاء ولا متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين. قضيه من قضايا المجتمع. خلا خلا شوف دقيقه الوقت بالضبط متى؟
بين العشاء والمغرب. متأكد؟ اه متأكد. بعد المغرب لقبل العشاء. ايوه. ايه بعد المغرب. ما شفتش ملامحهم. واحد بدين واحد قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اعزائي المشاهدين في كل مكان، رئيس البلديه الان معنا، متواجد معنا الحين في ساحه البلد، رئيس البلديه، سعاده رئيس البلديه. القضيه، القضيه الان في 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 مجرى، في مجرى الساحه الاعلاميه. صحيح الان صحيح. سعاده، سعاده الرئيس، ما بس البدين ما ادري ما القرار اللي اتخذتوه في في سعاده رئاستكم. والله انا دلوقتي جالي الفيز هذا وبلغني، وبلغني اللي هو في اثنين تهجموا عليه وصار منه حاجات، لسه بلغني الان. جميل. انا قلت لازم احقق في الموضوع ونشوف ان شاء الله، وان شاء الله هتوصل المجرمين وهنوقع لهم اقصى عقوبه من قبل ابو كاتب ان شاء الله. بس دقيقه عشان دقيقه انا جريد. هل يا عيال، هل يا عيال، هل يا سعاده الرئيس، هل يا سعاده الرئيس دقيقه بس انت يا الغالي جدا ما شاء الله تبارك الله عليك. هل تتوقع ايش عندك الله يسمع، هل تتوقع ابو 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 سعاده الرئيس، هل تتوقع هل انت متهم شخصين بعيني؟ والله لغايه الان لم، يعني لم نتهم شخصا بعيني، ولكن ان شاء الله هنصل له قريبا باذن الله. شكرا لك سعاده الرئيس. بس هو 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 قال لي صوره موجوده هنا. لا لا بالتسجيل. شكرا لك سعاده الرئيس. ولكن ابو هادي راح فيها. هو قال لي واحد بدين واحد قصير. انا اظن البدين هيكون فارس. انا اظن، انا اظن لانه عمال، لا لا ما نفس ال، شفت اقل شوي، شفت اقل شوي هنا اهو. مين في اقل شوي؟ طيب ابو هادي، قبل ابو هادي، ابو هادي قبل هادي القصير، قبل قبل ما تفضلت امسك، قبل ابو هادي، ابو هادي يا قلبي، الاداره ابو هادي، ابو هادي يا قلبي، انت اصبر الله يرزقك. ابو هادي يا قلبي، من تتهم وما الاحداث اللي صارت قبل قليل؟ احداث في اثنين جد هجموا علي في المحل واخذوا حاجات، يعني صراحه واحد بدين وواحد قصير. من تتوقع، من تتوقع تقريبا يكون زي المذيع المقدم؟ جميل. ابو هادي، ابو هادي سؤال اخير، سؤال اخير ابو هادي، هل انت رفعت شكوى للاداره، اداره ابو كاتم؟ رفعت شكوى لرئيس البلديه مبدئيه، شكوى مبدئيه، بشوف رئيس البلديه اذا ما عمل حاجه حرفع الاداره العليا عند ابو كاتم، وابشرك ابو كاتم صار صديقي. طيب سؤال اخير، سؤال اخير ابو هادي، عفوا على المقاطعه، سؤال اخير ابو هادي، سؤال اخير ابو هادي، سؤال اخير ابو هادي، ابو هادي يا قلبي، هل انت كم تكلفه الاغراض اللي سرقوها؟ ايش ذا السؤال؟ تقريبا قريه فلوس قريه تقريبا بفلوس القريه. وبتكلف كثير فلوس القريه، الفلوس الحقيقيه 1800 ريال تقريبا. اوكي اوكي نصرف اللي قاعد شكلك ابو هادي وروح عيشتك كيف. ولكن احنا جالنا اتصال المشتبه فيه عبد الله الجميري. لا لا عبد الله الجميري عندي، عبد الله الجميري عندي. تبغى نسجل؟ انا شفته هنا موجود. اوكي اوكي قول لي ان شاء الله ما كذبت. ايش الا شفتك اليوم بس هذه متى؟ بعد المغرب كنت موجود هنا عبد الله. يا استاذ اعترف يا عبد الله محمد، تبغانا نشيل معاك السجن؟ احنا هناخده ونحقق معاه في السجن ان شاء الله. بس انا اتمنى ان هو يعترف قبل ما يدخل السجن، لان لو دخل السجن العقوبه يعني اخف. انا اضمن لك هذا الانسان الجميل عبد الله. ترى على فكره ما رشحك رئيس البلديه الا انا، اتمنى انك تعترف. أوكي. دلوقتي اتمنى ان توجد، معلش الصداقه اللي بيننا والحب اللي بيننا لا يعتري المنصب اللي انا فيه. سلام سلام الله عليك. من جبت الكلام هذا؟ دقيقه بالله ابو حمد، طق طق بس عشان اتكلم معك برسميه. انا هطقه لك انا بس عشان يعني بس الشعر طالع. هلا هلا ان هذا السر ترى. تفضل. تمام. فاتمنى انك تعترف لو انت، عشان يعني العقوبة لو دخلنا وعملت محضر هي الموضوع هيطول. لا 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 العقوبة هتزداد الضعف. لا 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 لو لو اعترف نظبطها. انا معك رئيس البلديه. يا سعادة الرئيس، انا اقول الادارة العليا الله يعطيها العافية وفرت 150 كاميرا في القرية. نعم. فاذا اذا اذا انتم محتجين او انتم احنا هنراجع الكاميرات ما عليك. نعم. ولكن اتمنى تعترف دلوقتي قبل ما ندخل. اذا دخلت الادارة بيكرشونك، لكن هم بيراجعون انت برا. اذا راجعهم يعطونك كاميرا. اوكي. نعم نشكرك يا استاذ عبد الله. المكتب المساعد لابو كاتب هيتابع الكاميرات وكده وهيبلغنا ان شاء الله. بس اتمنى منك انك تعترف دلوقتي محمد، حتى ما يعني ما يصير شيء. اعطيك اثنين. هو از ذا اثنين 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 قلت انت واحد منهم. شوف اذا قال لك اثنين رقم اثنين انت واحد منهم. طلع شبهه على نفسك يا بوي. انت واحد منهم جميري. اعترف يا جميري. لا 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 لا, لا, لا. اعترف. لا 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 اللي يقول لك ايوه يعني. لا تعصب. لا اعترف. لا عمر لا تعصب، لا تعصب. لا ما فيش حد اقصر منك في القريه يا جميري. ايش قصدك يعني؟ لا علاقه بالمسواك؟ لا علاقه بالسواك؟ علاقه بالمسواك؟ خلاص 1800 ريال سعودي. يعني يعني فلوس القريه يبغى لك 1500 ريال. الله يعينك. يعني راح يخترعون بلايم بعد. الله يعينك يا محمد. ايش فيه؟ حولينا ولا علينا يا الله. عبد الله ايش تعال يا ذيب.
ايش دعوه يا ذيب؟ انت اللي عملت الموضوع. ايش دعوه يا الغالي؟ انا ظلمك لو اني عملت الموضوع؟ ابا ايش اسمه بدفك 500 ريال. انت اللي عملته؟ بعطيك 550 ريال. انت اللي عملته يعني؟ قول لي على اللي كان معاك واحنا نقدر نسامحك انت. طب انا بقول لك حاجه، ايش رايك انت تصرف الموضوع وانا بعطيك 50 ريال تصرف الموضوع انت؟ طب مين اللي كان معاك عشان اقدر اوصل؟ لا خليك انت يعني. لا 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 لازم نقدر نوصل اللي كان معاك وانت حنسيبك يعني. كم تبغى طيب؟ مين اللي كان معاك؟ لا بعطيك شيء لعيالك يعني. كم مين اللي كان معاك؟ 100 ريال؟ اللي كان معاك؟ والله ما ادري انت كم تبغى يعني، ما وضحت لي. اللي كان معاك مين يا عبد الله؟ ما وضحت انت كم تبغى طيب انا عشان اضبط كلامي. لعيالك وللقلب. انا بصدقك بس انت يعني الموضوع دلوقتي في ايدينا، لو اتخطى من ايدينا قل الله هيبقى صعب عليك. قل الله قل الله. لا 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 تخلم شنو انت المحاسب الحين بودع حسابك 30 ريال. 30 ريال مقابل ايه؟ 30 ريال يا رجال مقابل انك يعني تنسى الموضوع. والموضوع ترى منك يعني والله شو انا اقول لك يا ابو يعني انا ادري انك شفت الفيديو كذا مع الدرع اللي لكن من عندك خلاص رجع ترى قسم بالله لو انت تقول 3 ريال ابس اسمك يعني درجة اني انا يعني تخيل 3 ريال تهدي تشتري تميس. انا هديك جائزه قيمه تميس لمده 3 ريال. هديك جائزه قيمه لو قلت لي مين اللي كان معك. والله اني انا ما جائزه قيمه ليك. وتاني شيء هنقول اللي هو استهواك لطريق الشر وضحك عليك واخذك بدون يعني وكذا يعني كم تقريبا؟ جائزة قيمة كم يعني تقريبا؟ 5 ريال. 5 ريال؟ من ساعة القرية. والله ما تسوى يعني ما اقصد انه يعني ما حرام شوف اكثر يعني شوف 10 ريال. لا 10 ريال وش دعوة 10 ريال يا قلبي؟ يعني احنا ما اتفقنا على انا اعطيتك 30 ريال يعني خلاص بعطيك 30 ريال وتبلغني مين اللي كان معك. 30 ريال والله انه يعني انها وترى الاداره ابو كاتم اداره ابو كاتم هتجهز لك جائزه كبيره جدا لو قلت اعترفت مين اللي كان معك. طب اعترف على الهواء يعني ولا بيني وبينك يعني؟ قول لي مين. طب شو اسمه؟ طب 30 ريال ما تضمنها يعني ما اضمنها لك انا ما عندك مشكله. 30 ريال حطها في حسابك دلوقتي. دلوقتي 30 ريال من حسابك انت؟ ما عليك من حساب مين؟ طيب اهم شيء تعترف على اللي كان معك. طب شو اسمه؟ طب تعال هيكل اعترف لي وقول لي صدقني لن يعني لو سمحت تفضلوا شباب. تفضلوا شوفي مين اللي كان معاك يا عبد الله؟ يا سعد الرئيس محمد الحمدي. نعم ها بقول لك شيء بيني وبينك تفضل يعني. تذكر الممس نضحك سوا طقطق صحيح طقطق على اي صحيح اي طيب حلو شو مين اللي كان معك بقى؟ شو اسمه؟ صدقني دلوقتي اللي اعترف عليه حيفيدك انت يعني انت الحين تبغى انا اقول اسمه يعني خلاص احنا تاكدنا اللي انت كنت معاه بس إيه؟ عايزين نعرف اللي كان معك عشان نقدر يعني ايه ممكن يعني ممكن نقول عبد الله ساعدنا وتعاون معنا وكده إيه؟ فنقدر نخفف العقوبه عليك شويه وحنديك الجائزه ان شاء الله. كيف تخفف العقوبه تعطيني جائزه؟ العقوبه عند ابو كاتم ما حدش يقدر يلعب فيها إيه؟ انت عارف. طب اسمع احنا ممكن يعني ندخل المركز ندخل المكتب بتاعه ونتوسط لك هناك اللي احنا عبد الله تساعد مع ساعدنا وتعاون معنا. على فكره هو يعني على فكره يمكن ترى على فكره يعني بقول لك حاجه ترى يمكن الاسبوع الجاي ناخذ رئيس البلديه يعني حط ببالك يعني وممكن يعني تطلع برايم يعني لا ما بكره الغي البرايم حق بكره في الاسبوع القادم لا يمكن استلم زي يوم الاحد. سبحان الله يعني يمكن يا رب يرزقك وظيفه من عندي. طب ايه المشكله يعني؟ يعني اقول لك بس يعني انت بترشيني دلوقتي يعني؟ لا استغفر الله يعني ها استغفر الله يا قلبي بس انه يعني اقصد انه يعني لا لو حصل يعني شو اسمه صدقني قول لي مين اللي كان معاك وصدقني يعني هنساعدك كتير. طيب ممكن ابو كاتم يقول لك عشان انت نزهتك وصدقتك ممكن يساعدك وتبقى رئيس بلديه. طب اسمع قلبي اتفضل انا بعطيك كذا يعني ابصفك شكله تمام شكله كذا راسه جسمه ورجينا كذا دي ازازه ولا ايه ولا لا إيه؟ يعني هذا شكله يعني كذا يعني كذا دخين دقيقه كذا شكلها يعني راسي انا تمام. يوصل الى نص راسه لا نص راسه لا راسي انا يوصل الى يعني هذا راسي كذا هو كذا يعني عرفت تمسح حقك مجانا انت لا شوف شفت قلبي تبغى اوصف لك كمل وصف المهم يعني هو اربع مني شوي جسمه يعني يجي كذا قول لي اول حرف من اسمه محمد الوهيبي هل هو محمد الوهيبي؟ ما ادري
صدقني ما ادري والله ما ادري. صدقني يا عبد الله السجن شوف. لا 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 الجو برد دلوقتي. اشتعل اشتعل ما بيخشش معاك اي حاجه، هو غيار واحد وبطانيه صغيره حتى ما تغطيش طفل، محدش هينفعك، كل دولت نايمين جوه وبطانيات. الله يطول عمره سامي الجعوني ما شاء الله مظبطنا وجايب لنا بطانيات 8 كيلو وسراير فخمه. شوف 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 على فكره انبهك على حاجه يعني. انا جاني يعني شو اسمه جاني كذا ايحاء انه يمكن اصير رئيس بلديه الاسبوع القادم. ايه ممكن تصير رئيس بلديه، ايه المشكله يعني؟ حبيت اقول لك يعني طف بالك يعني اسمح الله انطفر. بس خلي بالك انطفرت ابو كاتم، حتى لو انت ترشحت رئيس بلديه وعرف اللي انت تهجمت وسرقت محل ركن القصيم، ايه بيحرمك من رئيس البلديه، لان رئيس البلديه لازم يتوسم باخلاق والنزاهه يعني لازم، انت عارف بتؤتمن على القضيه كلها. طب الحين دقيقه في سؤال يعني، احنا نعرف بعض ترجع شخصياتنا سوا نعرف بعض يعني. واصحاب واحباب واكثر واحد بحبك ما فيش مشكله، ده بعيد عن الامور اللي طب انت يا اخي تركت كل اشياء على القريه وجيت من سرق عند ابو لها المشكله اللي هو اشتكالك انت قائدات حلوات القصيم تجي تشتكي. اشتكالي اشتكالي الرئيس اشتكالك يمكن هو يحلم يا اخي يحلم. لا لا وقال لي اقصر واحد في القريه، وقعدت ادور على اقصر واحد في القريه ما لقيتش الا عبد الله الجميلي. اعمل ايه؟ اداني وصف دقيق جدا. فانت خلاص المتهم الاول معانا، انما المتهم الثاني عايزينك تعترف عليه، ولو اعترفت عليه زي ما قلت لك ليك جايزه احطها في حسابك دلوقتي. وتاني شيء يعني هنخفف عنك شويه في عند ابو كاتم دي، بس هنحاول هنكلمه يعني وكده يعني. طب اسمع اتفضل استاذ محمد، يعني لو سبحان الله يعني قلت لك اسمه وش بتسوون فيه؟ هو؟ ايه طبعا هو بتاع ركن القصيم قال لك الحاجات ديت حقها ممكن 1800 ريال، ده لو خارج القريه. إيه؟ بالقريه طبعا انت عارف بتبقى الدبل يعني 4000 ريال 5000 ريال. صحيح. فبالتالي ممكن يطلع مش برايم، يطلع برايم بكره، فالله حسب وكتم ما يحكم عليه يعني. لا 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 اعوذ بالله اعوذ بالله مستر جيمس. انت قول لنا هو مين عشان نروح نجيبه دلوقتي ونحطه في السجن وابو كتم يجي يحقق معاه، او يبعت حد مندوب من المكتب بتاعه يحقق معاه او كده يعني. شوف 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 اسمعني بعطيك اسم يمكن 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 لا 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 يمكن يكون الاسم ده، بس لو افتريت على حد بالباطل ده هتبقى قضيه تانية. لا 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 عشان انا اقرب لك يعني اقرب لك. هل هو محمد الوهيبي؟ ما ادري صدقني ما ادري والله ما ادري. بس شوف 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 انا اقول لك الصراحه يعني بالملك يعني بالملك ما عاد اسمع يعني عرف ما عاد اسمع ما ادري يعني. انا اتوقع انه واحد من الشباب يعني ما ما ما, ما انا بصراحه عبد الله يعني حافظت على الصداقه اللي بيننا والحب اللي بيننا. إيه؟ انما انت حاولت تضرني في منصبي، فانا مش هقدر يعني لا انا اتواصل معك اكثر من كده. اتفضل على السجن معي. طبعا اقول لك شيء على السجن معايا. اقول لك شيء بينك محمد عبدي اتفضل. والله على ذي لو مو بنا ولا ادري، والله على ذي لو اني ما ادري وش السالفه. امال مين؟ بالله صدق في احد سرق؟ ومضيع كل محمد عبدي ترى كنت ضاغطني من رقبتي ترى الم قسم بالله. انت ما تحس بيدك انت ترى ما دخل انا باللي سرق، راح دور امي دخل امي. مين اللي سرق؟ والله انا صراحه محمد عبدي. ايه؟ وابوه اقصر واحد في القريه يا اخي. انت اقصر واحد في القريه. لا انت ما طلع مسواك يعني، ما طلع مسواك. ما ادري والله. شوف شوف ايش رايك نحقق انت الموضوع؟ بس انت اقصر واحد في القريه وانت المتهم. طيب اسمع تمسك بتاع اطول. اسمع يا قلبي طبعا. انا اقدر احقق لك واجيب خبر. والله لا اجيب لك خبر. بس اسمع يا قلبي تفضل كم لي. ايه كم لي؟ حلفت بالله لا اجيب لك الخبر. والله عند ابو كاتم هنشوف. ابو كاتم نصاب ما ابو كاتم سعاده الرئيس. ابو كاتم سعاده الرئيس. ابو كاتم لا ابو كاتم على فكره ما 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 يعطي شيء اسمه حافز، يعطي شيء اسمه خصم. ما هو ممكن بدل ما يخصم عليك 1000 يخصم عليك 500. لا لا فده حافز بالنسبه له. يا رب وفق ابو كاتم. امين. يا رب ربنا يطول لنا في عمره. يا رب رزق عصا جديده يا رب. يا رب. طيب اسمع يا قلبي. نعم. شو الموضوع؟ انا عندي القضيه والحين انا بروح عند الاداره. طبعا انا صارت علاقه بيني. تروح عند الاداره بصفتك ايه؟ لا لا بصفتي عبد الله الجميري بقول لهم. صفتك ايه يعني؟ عفوا بعد في رئيس القريه رئيس البلديه في موظفين ما حد يعرف الشباب. إيه؟ حتى اذا تثموا غيري. فاذا انت تبغاني اتعاون معك ادفع شيء ريال يعني. احنا مش اتعاون معك انا. لا 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 احنا نقدر احنا نقدر خمس دقائق احنا نقدر نراجع الفيديوهات ونجيبهم على طول، ولكن احنا كنا حابين نخدمكم انتم ونوفر عليكم. ترى بيكرشونك الاداره ونوفر عليكم الخصم اللي هيجي من ابو كاتم زياده. إيه يعني لو جه خصم 5000 ريال ولا 2000 ريال حتى ما فيش حد رصده حتى وصل 2000 ريال لغايه دلوقتي. طب الحين ايش تبغى انت تتهمني انت؟ انا والله قال لا صراحه فانا شاكك فيك.
يعني انا يعني تشك فيني انا؟ ايه انا شاكك فيك صراحه، اقصر واحد في اقصر منك في القريه نقدر نوصل له. دقيقه ببكي. ابكي استنى اطلع لك منديل، معيش مناديل دلوقتي. ايه مو بنا، قول والله مش انا، مش انا قول والله مش انا. يجي 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 والله مو بنا والله مو بنا يا يجي 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 يدك يدك ترى على فكرة أنت تمسك يدي يجي تحجر الدم ما يقدر ينزل من يدي الثانية فيرجع كذا يأخذ يطير. لا 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 انتبه ترى على فكرة أنت والله يدك ترقص بالله والله لا لا والله لا أدي عليك ترى على فكرة أنا رجل صالح والله أنت خلاص خذ لا 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 وش تعب الدم يمشي منين توقف أنت هنا يأخذ يطير عبد الله ترى أنت توقف كذا أنا أموت كذا أنا كنت الحبال الشوكية من هنا تعال نشوف ال يا أخي أنا أقولك حاجة تفيدك تفيد رئاسة البلد. أيوة دام مو جبت لك الموضوع مين؟ كم صدقني كم تعطيني؟ صدقني هتستفاد كثير. كم تعطيني؟ والله مش ممكن رئيس البلدية اللي جاي بصفة يعني ممكن أكلمه يعني لو شاف فيك القدر يوصي يوفي يعني شغلك معه تدري خليه خدم مسجد. تدري لو أنا رئيس بلدية والله لذا لو لا أكرشك من قرية. ليه؟ لا أكرشك من قرية. أنت إنسان ترى على فكرة ما أنت طبيعي. يا اخي انت انسان يدك ما ادري ايش قاسي ايش اسمه. لا لا انت على فكره من افضل الاشخاص اللي تواجدوا في القريه يعني هو من الاشخاص اللي سبحان الله ما شاء الله تبارك الله عليهم يعني. المهم يا عبد الله مش انت اللي تهاجمت على ركن القصيم وسرقته؟ لا امال مين؟ شفته؟ ولا شفته والله ولا ادري عن الموضوع وشو بجد؟ والله انت ادري انه انت صاحي انا لو انه في احد سرق اسوي معه مقابله تستهبل انت ما سويت مقابلة. طيب على فكرة من المتهمين الحين؟ والله احنا لسه بنحقق في الموضوع وبنشوف. طيب انت صاحي ولا خبل؟ تجي عند واحد تسأله؟ تعال نشوف محمد الشمالي. محمد الشمالي يا رجال ما يصدق ذا دجاجة رجله مسكينة. محمد الشمالي من الأخير محمد الشمالي انت شفتوه يا محمد؟ ما شفتوه؟ ما شافه يا رجال لو شافه ذا بيقول على طول. انت شفته انت؟ لو شفت معلم رجال يا عم يبين بالكاميرا لو شفت معلمت رجال بيعطيني فلوس بيعطيني مبلغ لو شفت معلمت. طيب يعني تفطر عليهم يا تركي محمد يبين بالتصوير هنراجع الكاميرات بس احنا كنا عايزين نخف عنهم العقوبه شويه هو راح عند الاداره وقال الاداره لو سمحتوا ابغى شو اسمه دلوقتي ابو كاتم عليه راجع المكتب بتاعه يراجع الكاميرات ويطلع مين اللي اخذ ومين اللي سرق وكل شيء ما شاء الله عنده مكتب متكامل من كل شيء وتحته موظفين ما شاء الله بيرصدوا كل حركه ولكن انا عايز اخف عنهم العقوبه قبل ما يوصلوا له انا اقول لك شيء اتفضل في فترة ولايتك للبلدية ورئاسك البلدية خلال أسبوع كان الوضع جدا ماشي بأمن وأمان وراحة واطمئنان جدا هذا العمل المقصود منه الزعزعة الأمنية وتلطيخ سمعتك بالسرقة كده. التي حصلت بالضبط كده والسرقة كانت عيانا بيانا والناس وترى وبعد الصلاة أنا صراحة بديت أتعاطف معك شفتهم يا تركي؟ أنا بديت أتعاطف معك يعني أنت يعني تركي. أهم واحد في موظفين هو تركي أصلاً تركي إذا تعرف وأحسن واحد في موظفين هو تركي أصلاً الله يسعدك فيعني لا يا جماعة اللي يدري منه خلوا يتكلم عشان ما يصير خصم عليه واجب لو أدري وشفتهم بعيوني صدقني ما راح يقصر شو السالفة على اللي نطوا في الركن القصيم ماخذين واجب ماخذين يقول 1800 ريال لو شايفهم يا أبو حمدي